عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ارض الوطن بعد زياره الى دوله الصين شارك خلالها في الجلسه الافتتاحيه لمنتدى التعاون العربي الصيني. كان الرئيس السيسي قد قام بزياره الى العاصمه الصينيه بكين تلبيه لدعوه من الرئيس الصيني شي جين بينغ حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك. كما شهدت زيارة الرئيس السيسي للصين لقاء اخويا جمعه مع رئيس دولة الامارات الشقيقة الشيخ محمد بن زايد. جاء ذلك على هامش منتدى التعاون العربي الصيني في بكين، صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. يستأنف مجلس امناء الحوار الوطني جلساته اليوم لمناقشة عدد من القضايا من بينها بحث ما تم من جانب الحكومه في تنفيذ مخرجات المرحله الاولى من الحوار ووضع ضوابط واليه عمل اللجنه المنبثقه من مجلس الامناء من اجل متابعه هذا بالتنسيق مع الحكومه بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات كما يتضمن جدول اعمال الجلسات موضوعات متعلقه بالامن القومي والسياسه الخارجيه وذلك نظرا للاوضاع الخطيره التي خلفها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه بحيث يتوصل الى مقترحات تدعم المواقف المصريه الثابته في مواجهته وحمايه امنها القومي وسيادتها على اراضيها ودعمها للقضيه الفلسطينيه فضلا عن متابعه وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الان اجزاء منها واقترح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها اعلنت حركه حماس انها تنظر بايجابيه الى ما تضمنه خطاب الرئيس الامريكي جو بايدن من دعوته لوقف اطلاق النار الدائم في قطاع غزه وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع واعاده الاعمار وتبادل المحتجزين واعتبرت الحركه في بيان لها ان هذا الموقف الامريكي وما ترسخ من قناعه على الساحه الاقليميه والدوليه بضروره وضع حد لهذه الحرب على قطاع غزه هو نتاج الصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسله واكدت الحركه استعدادها للتعامل بشكل ايجابي وبناء مع اي مقترح يقوم على اساس وقف اطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من القطاع واعاده الاعمار وعوده النازحين وانجاز صفقه تبادل جاده للمحتجزين وذلك اذا ما اعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم مدينه قلقليه الواقعه في الضفه الغربيه كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينه جنين ومخيمها الواقع شمال الضفه المحتله وقد اوضحت وكاله الانباء الفلسطينيه ان عددا من اليات الاحتلال اقتحمت المدينه واطراف المخيم من عده جهات ما ادى الى اندلاع مواجهات كما اقتحمت قوات الاحتلال بلده كفردان غرب الواقعه بمدينه جنين، ما ادى الى اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وبين المقاومه. اسفرت غارات جويه لجيش الاحتلال على الجنوب اللبناني عن مقتل شخصين، فيما نفذ حزب الله هجمات بمسيرات وصواريخ على بلدات ومواقع تابعه للجيش الاسرائيلي في الجليل والجولان المحتل. وقد أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية في بلدة الناقورة ما أسفر عن مقتل مسعف، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة يارون الواقعة جنوبي لبنان ما أسفر عن مقتل آخر. هذا وقد استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدات الظهيرة وعلم الشعب. ومن جانبه أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف ثكنة لمقر الفرقة الواحدة والتسعين الإسرائيلية بصواريخ أدى إلى احتراقها وتدمير أجزاء منها رحب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بقرار مجلس الأمن الدولي إنهاء ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق هذا وقد قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع بناء على طلب بغداد أن يسحب من العراق بحلول نهاية عام 2025 البعثة الأممية الموجودة هناك منذ أكثر من 20 عاما وفي كتاب أرسله إلى مجلس الأمن الدولي مطلع مايو الماضي أكد خلاله رئيس الوزراء العراقي حدوث تطورات إيجابية ونجاحات في البلاد طالبا بأن يتم بحلول الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2025 انهاء مهمه بعثه الامم المتحده لمساعده العراق والموجوده في بلاده منذ عام 2003. اكد وزير الدفاع الامريكي لويد اوستون اهميه الحفاظ على خطوط مفتوحه للاتصال العسكري على مستويات متعدده بين الولايات المتحده وبين الصين. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الصيني دونج جون في سنغافورة وذلك على هامش حوار شانغريلا لمناقشة العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وبين الصين فضلا عن القضايا الأمنية والإقليمية والعالمية وفي بيان لوزارة الدفاع الأمريكية شدد أوستن على أهمية احترام حرية الملاحة في البحار والتي يكفلها القانون الدولي خاصة في بحر الصين الجنوبي مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل الطيران والإبحار والعمل بأمان ومسؤولية حيثما يسمح القانون الدولي بذلك يدلي الناخبون في الهند بأصواتهم في المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات العامة التي يحق لما يقرب من مليار شخص الإدلاء بأصواتهم فيها وقد دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي لدى فتح مراكز الاقتراع دعا الناخبين إلى المشاركة بأعداد كبيرة والتصويت ويسعى مودي للفوز برئاسة الوزراء للمرة الثالثة على التوالي في الوقت الذي يخوض فيه حزبه باهيراتا جانتا منافسة أمام تحالف معارضة يضم نحو عشرين حزبا بقيادة حزب المؤتمر الهندي وقد بدأت المرحلة الأولى في التاسع عشر من شهر إبريل ومن المقرر ان تعلن نتائج الانتخابات في الرابع من شهر يونيو